مشاهدينا الأعزاء، أصدقائي الشباب، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم يلا يا شباب. نحن الآن على هامش المهرجان الغنائي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المنعقد بمعهد إعداد القادة وشعاره مصر من نصر إلى نصر، فأهلا بكم. مشاهدينا الأعزاء، على هامش المهرجان الغنائي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات المصرية المنعقد بمعهد إعداد القادة وشعاره مصر من نصر إلى نصر، يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ دكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل معهد إعداد القادة والأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان. دكتور عبد المنعم، أهلا بك معنا عبر قناة طيبة برنامج يلا شباب. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا وأهلا وسهلا بيكم. يعني كيف كان الإعداد لهذا المهرجان من قبلكم معهد إعداد القادة؟ بداية بنرحب بحضراتكم وبنهني فخامة الرئيس باحتفالات اكتوبر والشعب المصري العظيم والجيش المصري جميعا. حضرتك ده المهرجان الثاني اللي هو في الفترة الحالية من 24/9 الى 28/9، وده المهرجان الثاني الغنائي للجامعات والمعاهد المصرية. احنا بيشرفنا السنة دي الحمد لله يعني عدد كبير من الجامعات بالإضافة لفريق خاص بالتعليم العالي. المهرجان حضرتك انعقد العام الماضي وكان المهرجان الأول. المهرجان احنا بنبعت خطابات للجامعات والتعليم العالي المشاركين، بيتم إرسال الفرق المشاركة وفقا للائحة معدة من قبل لجنة التحكيم المحترمة، بيمثلنا بيمثل المعهد مجموعة تحكيم
على قدر عالي من يعني الجدية والالتزام والشفافية والنزاهة. الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الأسبق هو رئيس المؤتمر أو رئيس المهرجان، معاه الأستاذة الدكتورة داليا حسين وكيل كلية التربية النوعية ورئيس قسم التربية الموسيقية جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة بهية عميد كلية التربية النوعية جامعة اسكندرية، الأستاذ الدكتور منتصر الأوللي رئيس قسم التربية الموسيقية بجامعة أسيوط. وضعوا لائحة بالتشاور معاهم مع بعضهم يعني ومع إدارة المعهد، طبعا تضمنت عدد من الفقرات الميدلي أو كورال خاص بحاجات وطنية وأغاني فردية وأيضا عزف. تم استقبال الفرق من بداية من يوم السبت الماضي، ومستمر المهرجان إن شاء الله لغاية بعد غد، وغدا إن شاء الله هيكون الثلاثاء حفل ختامي شامل لجميع الممثلين عن الجامعات المصرية كلها، بيتم الإعداد ليه وبدعوة يعني كبار الضيوف. هيكون الحفل الختامي أيضا في مقر المسرح هنا بإذن الله. من التنظيم ايضا وانا شايف برضو توفير الاقامات وتوفير الاعاشه الكامله وتوفير قاعات ايضا سواء للبروفات او القاعه الرئيسيه لعرض الاعمال. المعهد حضرتك مساحته 45 فدان، في فندق للتسكين وفي مطعم وفي مطبخ، في حضرتك قاعات ورش عمل بيتم فيها يعني البروفات، في برجولات خاصة بالجامعات، يعني عندنا كل الجامعات أو أغلبها حوالي 22 برجولة لمعظم الجامعات موجودة، بيتم فيها كامل الإضاءة والنظافة والتجهيزات المجهزة لأعمال البروفات. أما العرض الخاص بالفرق بيكون في المسرح الرئيسي في المعهد، والعرض الختامي إن شاء الله هيكون في المسرح الروماني. دكتور عبد المنعم، يعني نقول ابرز الملاحظات، واولها مثلا نتكلم عن استجابه الجامعات للدعوه، كم عدد الجامعات والمعاهد المشاركه؟ بالنسبة للجامعات السنة دي عشان في بروفات أو في حفل خاص ببانوراما أكتوبر بنصر أكتوبر، فعدد الجامعات اللي شاركت معنا السنة دي 17 جامعة. في طبعا المهرجان الأول كان 18، يعني يمكن السنة دي فقط لقرب احتفالات أكتوبر فكانوا 17 جامعة، لكن بإذن الله يعني هيكون في ترتيب للعام القادم أكبر، وهيكون أيضا مشارك معنا الجامعات الخاصة والأهلية. هل هناك دعوة؟ لأنه يسألوني برضو جامعات خاصة والأهلية. الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية حضرتك احنا كنا لسه عاملين فوق خاص بيهم مستقل، كان لي يعني من حوالي أسبوعين، ولكن هم لسه ما عندهمش يعني كيفية تكوين كورال. يمكن النهاردة عندنا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ودي أحد الجامعات العريقة، يعني من أقدم الجامعات الأهلية وليها 13 فرع على مستوى الجمهورية. كان متواجد معنا منسق عمل أنشطة النهاردة الدكتور محمد المصري بتنسيق معانا ان هو عايز يعمل كورال خاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بمقر فرع جامعة أسيوط، وتم التشبيك مع جامعة أسيوط بقيادة هناك أخونا العزيز الأستاذ الدكتور منتصر الأولي رئيس قسم التربية الموسيقية، وإن شاء الله هيكون في كورال وهيشارك معانا بإذن الله العام القادم. وعلى نفس الغرار أيضا في بعض الجامعات الأخرى إن شاء الله اللي هي طلبت أن يكون في دعم وفي تعاون في المهرجانات الفنية، خاصة المهرجان الغنائي أو الفنون الشعبية أو التراث الشعبي وهكذا. Thank you.
مشاهدينا الاعزاء، ونحن على هامش المهرجان الغنائي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات المصريه مصر من نصر الى نصر بمعهد اعداد القاده. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ دكتور كرم ملاك العميد السابق لكليه التربيه الموسيقيه بجامعه حلوان ورئيس لجنه تحكيم هذا المهرجان. دكتور كرم، اهلا بك معنا. اهلا بكم وسعداء بوجودكم معنا لتغطيه هذا الحدث الجميل اللي بيضم اكثر من 17 محافظه على مستوى القاهره في معهد اعداد القاده. دكتور كرم، يعني كيف كان الاعداد لهذا المهرجان؟ وحضرتك قلت لي بيشارك فيه حوالي 17 محافظه، اكثر من 16 جامعه ومعهد. احنا ده المهرجان الثاني. المهرجان الاول كنا عاملينه للجامعات المتخصصه، الكليات المتخصصه. قلنا نوسع النطاق شويه ونخليها على مستوى الجامعات ولغير المتخصصين، عشان نشوف زي ما اشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان احنا لازم نهتم بجميع الطلاب كلهم ونكتشف المواهب، وده كانت الخطه الاساسيه للعمل على اكتشاف جميع المواهب في جميع الكليات في جميع المحافظات. وكان هذا اللقاء بالإضافة لاتساع قاعدة المشاركة في هذا المهرجان، ما هي الضوابط التي وضعتها إدارة المهرجان لمشاركة فرق الجامعات المختلفة؟ طبعا انتمام للجامعات، ولازم كل طالب بيجيب استمارة ان هو منتظم في الحضور وهو ينتمي لهذا الجامعة مختومة بختم الجامعة. بيشاركوا الفريق بنوعين من الاغاني، اغاني وطنيه لان احنا طبعا بنحتفل بنصر 6 اكتوبر، وحتى المهرجان اسمه من نصر النصر. زائد الاغاني التراثيه عشان نحافظ على اغانينا التراثيه. ودي الحته اللي انا عايز اشير ليها، ان كل الشباب اللي انتم بتشوفوه النهارده شباب الجامعات بيغنوا الاغاني التراثيه بحب شديد جدا جدا وبشغف. وده بيدينا حاله طمانينه ان مهما حصل وتنوعت انواع موجوده احنا في امان، لان ادي اكبر مؤشر لينا طلبه الجامعات لما يغنوا الاغاني التراثيه ويغنوا الاغاني القديمه، هذا بالاغاني بالاضافه الى الاغاني الوطنيه. يعني حضرتك قلت في الجلسه الافتتاحيه ان لما كنا بنطلب من اداره معهد اعداد القاده اي حاجه بنطلبها، وده تغيير ايجابي على في حد ذاته اللوجستيات والامور التنظيميه والتسهيلات التي قدمت من اداره المعهد للقائمين على هذا المهرجان. دي الحاجه الاساسيه اللي حابب اتكلم عليها. حقيقي معهد اعداد القاده بقياده الاستاذ الدكتور كريم همام حقيقي هو متعاون جدا جدا. لما طلبنا المره اللي فاتت وقلنا في ختام المهرجان الاول للكليات المتخصصه، قلنا نوسع الفكره ونخليها لجميع الجامعات وجميع الطلاب، بصراحه كان الترحيب جميل جدا وتنفذ بالفعل. قلنا كمان عايزين نعمل مهرجان للفنون الشعبيه، اتعمل ولسه معمول. قلنا عايزين نعمل الحرف اليدويه، اتعمل. فحقيقي المركز هنا ما بيتاخرش ابدا عن خدمه الطلاب خالص. وكلمه معهد اعداد القاده انا عايز برضو انا عن نفسي احب اقولها، ان ليس الطلبه هنا لما بنعدهم علشان يكونوا قاده في كل مجال هم فيه، قاده في الغناء، قاده في التاليف، قاده في الاستعراض، قاده في المجال، فبالتالي يقود ناس يقودهم الى العمل الجيد والعمل الصالح. فالقياده هنا هي القياده في التخصص، وازاي نخلي هذا الشخص يكون قائد للمجموعه لعمل شيء مفيد للبلد. استاذ دكتور كرم ملاك العميد السابق لكليه التربيه الموسيقيه بجامعه حلوان ورئيس لجنه التحكيم في هذا المهرجان، حضرتك قلت لي ان استثمرتوا المهرجان الاول ومن توصياته كان توسيع القاعدة في هذا المهرجان. المستقبل لهذا المهرجان، والمهم أن نستثمر بتوصيات هذا المهرجان في المستقبل، إيه اللي رؤيتكم للمستقبل؟ هو حقيقي كل ما بنتكلم مع دكتور كريم همام، هو بصراحة هو شخصية عارف، مش أقول قيادية بس في معهد إعداد القادة، هو راجل بيحب يبص لبكرة هيعمل في إيه، مش النهاردة لا بكره وبعده هنعمل في ايه. فلما بنقترح حاجه هو على طول بيستمع وبينفذ. احنا كنت لسه من فتره بنقترح ان شاء الله هيبقى في مهرجان عالمي بنشرك فيه الجامعات الخارجيه مع جامعاتنا هنا في مجال الفنون والفنون الشعبيه بالاخص. ده بالاضافه ان شاء الله ان الخطه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها هي دمج الاعمال الفنيه شامله، إذا كان الكورال أو إذا كان الموسيقى أو إذا كان الفنون التشكيلية مع ذوي الهمم. هل في أيضا فرصة للجامعات الأهلية والجامعات الخاصة أيضا؟ احنا بنرحب بجميع الكليات وجميع الجامعات. طبعا احنا كلنا بنرحب مع بالطالب ما بعد في مرحلة جامعية أساسا، يعني احنا بنرحب بالطالب في المرحلة الجامعية. أخيرا طبعا احنا مش هنتكلم عن بعض النتائج وما إلى ذلك، ولكن هنتكلم عن إيه اللي لفت نظرك، إيه اللي بيرجح كفة فريق عن فريق، وزي ما اتفقنا هنا إن أهم حاجة الاستفادة هو أن الطلبة والطالبات سعداء، لكن بالنسبة للتنافسية يعني إيه معايير التنافسية؟ احنا حاطين شوية نقاط بنقيس بيها علشان يبقى في
اولا في البدايه نفسها، يعني اقول لحضرتك احنا في البدايه خالص لما بنستمع ما بنستمعش باسم الجامعه خالص. في الاول خالص بنعمل لجنه وبنجتمع وبنعمل ارقام، كل واحد قاعد بياخد رقم، كل جامعه بتاخد رقم، هو ده اللي الرقم اللي بيتعامل بيه اللي بيطلع قدام اللجنه مش جامعه. أنا رقم ستة، انا رقم واحد، انت في لجنه مش عارفه، انا معايا الاسماء، واحد ده يبقى ادامه شاله محدش يعرفها خالص. فبالتالي في مصداقيه ان اللي قاعدين لجنه التحكيم المشاركين معايا دكتوره بيا عميد كليه التربيه النوعيه الاسكندريه، ودكتوره داليا رئيس قسم الموسيقى بكليه التربيه النوعيه عباسيه، ودكتور منتصر بكليه التربيه النوعيه اسيوط، كلهم ما يعرفوش اللي طالع ده مين، لكن يعرفوا ان في رقم، فاحنا بنقيم رقم. ده بدايه التقييم. نيجي بعد كده في نقاط بنقيم بيها. اول حاجه العدد اللي احنا متفقين عليه، الشكل، صعوبه العمل اللي متقدم، دي مهمه جدا. ما برضو في ناس بتخش بعمل سهل وناس بعمل صعب، دي الحته. اوكي، يبقى اتكلمنا في حته صعوبه اجاده العمل. Thank you.
مشاهدينا في كل مكان وعلى هامش المهرجان الغنائي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة من نصر إلى نصر. هذا هو شعار هذا المهرجان. يسعدنا نلتقي بالأستاذة الدكتورة بهية جلال الإخريطي عميدة كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة التحكيم في هذا المهرجان. دكتورة بهية أهلا بك معنا عبر قناة طيبة برنامج يلا شباب. أهلا بحضرتك. دكتورة بهية نتكلم عن المهرجان وأهمية هذا المهرجان في دعم فكرة الانتماء والولاء لدى الشباب. في البداية أنا يعني يسعدني طبعا أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة. الفكرة نبع من أستاذ دكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق في أنه هو يعني يقوم بتنفيذ المهرجان ده سنويا، وكان فعلا بدأ البداية له كانت العام الماضي مهرجان الكرار كان الكليات المتخصصة. العام ده أخذ شكل تاني، المهرجان غنائي كورال عزف غناء فردي على مستوى الجامعات المصرية، بيشمل كل الجامعات بمختلف التخصصات الكليات قصدي. فبالتالي كل جامعة بتظهر افضل ما فيها العناصر المتميزه فيها سواء غناء او عزف الكورال، كل مجموعه بتمثل الجامعه بتاعتها. فده البرنامج نفسه كان متحدد اللي هو شعار مصر من نصر لنصر، قائم على اعمال فنيه الكورال. اشترطتوا نوع معين من الاعمال الفنيه؟ الكورال الجماعي، اعمال وطنيه، بيشمل اكتر من عمل فني، ممكن يبقى اكتر من عمل يعني توزيعات مختلفه، بس الاساس عمل وطني. لو اتكلمنا عن ايضا ابرز ملاحظاتك في هذا المهرجان بالاضافه الى ما ذكرناه في البدايه، توسيع قاعده المشاركه في هذا المهرجان. توسيع قاعدة المشاركة، فعلا في جامعات يعني ممكن ما يكونش عندها او وصل لها فكرة المهرجان غير فترة قريبة جدا، يعني لو كان الموضوع يعني متجهز له من قبل كده كان فعلا كانت مشاركتهم كانت هتبقى افضل، لان هم لا يعني هم فعلا عناصر متميزة جدا، بس مشاركتهم يعني دوبك جت على قد الوقت اللي هم بدأوا يجهزوا فيه للمهرجان. دي برضو يعني راجع لحتة ان هو التسويق للمهرجان يعني ما كانش واخد الصورة. توصياتكم يعني ابرز توصيات ان لابد ان يكون في تسويق مبكر للمهرجان. بالظبط يعني هو تقريبا احنا دلوقتي في المهرجان الثاني، وان شاء الله هيبقى في الثالث، فخلاص هيبقى سيستم ماشي ان شاء الله. الجامعات بتظهر افضل ما فيها، وفعلا الحاجه المميزه جدا ان هو الكورال والجامعات فعلا فيها عناصر رائعه. وايه رايك في اختيارات الطلبه يعني العروض الفنيه المختلفه سواء في الاداء الجماعي او في الاداء حتى السولو؟ الأداء السولو كان مميز جدا، بيعبر عنهم كشباب. في بعض الشباب أغلبهم يعني الأغاني الوطنية الحماسية، في أغاني برضو متنوعة رومانسية، يعني بجد بتظهر أفضل ما في الطالب يعني. لو
اخذ راي حضرتك بشكل شخصي، يعني هل الجامعات اللي لديها كليات تربيه نوعيه ولديها كليات تربيه موسيقيه او كليات متخصصه يعني اكثر حظا من غيرها من الجامعات اللي ما عندهاش لان في جامعات ما تحويش هذه الكليات ايضا؟ في عندنا كان من ضمن المشاركات جامعه الازهر، جامعه الازهر في بعض العناصر فيها جميله جدا، وهي فعلا محتاجه يعني قائد متخصص. يعني هم النماذج اللي متقدمه فعلا جميله، بس يعني ايه محتاجه برضو توجيه. ده بيجي من جزئيه ان هو ايه يبقى فيه فريق خاص بكل جامعه بيضم كل الشباب الموهوب، وفي نفس الوقت يبقى القائد بتاعهم متخصص. مشاهدينا الاعزاء، اصدقائي الشباب، كنا معا في حلقه اليوم على هامش المهرجان الغنائي الثاني لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المنعقد بمعهد اعداد القاده، وذلك تحت شعار مصر من نصر الى نصر. الى الملتقى في حلقه متجدده من البرنامج. هذه تحيات فريق العمل، معد البرنامج الزميل احمد مصطفى، مدير التصوير والمخرج سيد بوشناق، وهذه ارق تحياتي، والى اللقاء.